السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نشارك معكم مملحات كيجيو لذاد ام قرمشين. غادي نحتاجو فيهم 7 كيسان دقيق الفرز، نص ربع زبدة مارغرين، كاس الا ربع زيت الزيتون، معلقة كبيرة المطرد، معلقة كبيرة بودرة الثوم، معلقة كبيرة الملحة، نص معلقة البزار، دانون طبيعي، وربعة الفرماجات. غادي نديرو المكونات كاملة مع الدقيق من غير دانون والمطرد، تكرملو داك الدقيق مزيان وكندخلو فيه المكونات اللي ضفت ليه، عاد كنزيدو دانون طبيعي، وإلا ما كانش متوفر لينا نديرو صفر بيضة، ونجمعو العجين بالحليب ونزيدو المطرد، وكنجمعو العجين بالماء بارد وكنزيدو المشوي بشوي حتى كنحصلو على عجينة رطبة، وكنقسموها على 4 باش كل واحد كنضيف ليه نكهة. غادي ناخذ العجينه الاولى كنضيف ليها الفرماج والزعتر وندخلو فيها مزيان، ونزيد واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق باش ما يتلصقش لينا، وديما العجينه نخليوها بحال العجينه ديال صابلي، ما ندلكوهاش ونديروها في بلاستيك ونخليوها على جنب. غادي ناخذ العجينه الثانيه ونضيف لها معلقه ديال التحميره مع معلقه الهريسه، صافي تي غادي ندخلوها مزيان ديك العجينه، ومني كندخلوها تنزيدو ليها واحد المعلقه ديال الدقيق وكنجمعوها ونديروها في بلاستيك، ديما غير كنجمعو ما ندلكوش. غادي ناخذ العجينه الثالثه، غادي نضيف ليها معلقه كبيره من المعدنوس اللي مقطع ومنشف من الماء مزيان، مع معلقه من الخرقوم باش كيعطينا اللون، ونزيد معلقه ديال الدقيق باش ديما العجينه كتبقى لنا رطبه، ونجمعوها ونديروها في بلاستيك. غادي ناخذ العجينه الرابعه، غادي نضيف لها الزيتون مطحون مع شويه الهريسه ومن السم بالزعتر، وندخلوه في العجينه مزيان، وكنضيف ليه الدقيق حتى كتجمع لينا، والعجينه خاصها ديما تكون رطبه ما نقصحوهاش، صافي غادي نديرها في بلاستيك.
غادي نبداو نقادو الشكيلات. غادي ناخدو العجينة اللي فيها الزعتر والفرماج، غادي نسرحوها، وقبل ما كنسرحو كنرشو بالدقيق من التحت ومن الفوق، وخاصها تكون رقيقة، ونديرها من بعد في الطاوة، وكندهنها بيضة مع شوية الخل، ونرشو عليها الزنجلان والسانوج، وكنتبدوه بيدينا، كنقطعو على شكل أشرطة طوال بحال بطاطا فريت. وناخدو العجينة الثانية اللي فيها التحميرة مع الهريسة، وكنسرحوها بنفس الطريقة، وكنقطعوها مربعات، وكنحربلوهم رقاق، ديما العجينة تكون رقيقة، ونديروها على شكل دائرة، ونديروهم في ديك البيضة اللي بقات لينا، وكنعاودو نديروهم في السانوج، صافي، وكنكمل بنفس الطريقة.
كناخذ العجينه الثالثه اللي فيها الزيتون، حتى هي كنسرحوها وتكون رقيقه، تنقطعها في الاول على الطول ديالها، ومن بعد كنقطعها مايله باش كيخرج لنا شكل معين، ونكمل بنفس الطريقه. غادي ناخذ العجينه الرابعه اللي فيها المعدنوس والخرقوم، غادي نسرحوها حتى هي بنفس الطريقه، ديما كنديروا الدقيق من تحت وكرشو ثاني من الفوق، وغادي نقطعها مربعات صغار ويكونوا رقاق، وغادي ندهن النص ديال المربع بالبيض، وغادي ندير داك القند في النص، ودوك الجنيبات غادي نلصقو مع بعضياتهم، وداك الوسط غادي ندير فيه كاوكاو، وغادي نكمل بنفس الطريقه.
ممكن كمل الشكيلات اللي عندنا كندخلهم الفران على نار مهيله، يعني ما نجهدوش عليهم العافيه بزاف باش ياخذوا وقتهم في الطياب ويجونا مقرمشين وما كيجوناش معجنين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.